صوت لبنان مع تحيات باسمة أبو سرحال والمخرج جورج العلية. العناوين: اجتماع بعبدة يسخف فضيحة الرمان المخدر ويردها إلى أسباب تقنية. تمنى المجتمعون من المملكة العربية السعودية إعادة النظر في قرار منع دخول المنتجات الزراعية اللبنانية إلى السعودية. ترشيش لصوت لبنان الأمور فيلتي في المرافق والمطار والمعابر الحدودية. عنا بضائع هلا موجودة على فور جبتي، وعنا بضائع على الطريق البرية بين سوريا والأردن وبين السعودية والأردن. ريف لإذاعتنا: هناك مسؤولية لحزب الله في جريمة لقمان سليم. بورصة كورونا إلى انخفاض وآخر أرقامها 29 وفاة و642 إصابة. تطورات ملموسة في مباحثات فيينا حسب روحاني. كن الأول في معرفة ما يجري عبر تويتر صوت لبنان. الخبر السريع عبر صوت لبنان من خلال تويتر عبر الأجهزة الذكية. داونلود تويتر أبليكيشن ثم فولو صوت لبنان وضع نوتيفيكيشن أون. صوت لبنان أول من يعلم، وعبر تويتر كمان. فولو أس أون تويتر. تويتر @ صوت لبنان. سخف اجتماع بعبدة فضيحة الرمان المخدر وردها إلى أسباب تقنية مرتبطة بعدم وجود سكانرز لضبط الحدود وكشف المنتجات الداخلة والخارجة عبره. والسؤال الموجه إلى الرئيسين والوزراء الذين التأموا في بعبدة على وقع القرار السعودي وصرخة المزارع اللبناني: هل صهاريج تهريب البنزين والمازوت إلى سوريا تحتاج إلى آلات كاشفة أم هي مكشوفة بالعين المجردة؟ وهل شحنة النيترات المخزنة على مدى أعوام في المرفأ كانت مكشوفة أم مستورة؟ من الآخر، ما زلتم تعبثون بالبلد وتلعبون كالصغار مع الدول الكبيرة، وإذا كنتم واثقين من إرضاء المملكة بمسحة سكانر فتلك مشكلتكم. فتشوا عن حجز القرار السياسي والإداري وحرروه من اعتقاله. فتشوا عن تحرير السيادة الذي يحتاج إلى قرار سلطة لا إلى سكانر يركب يوما ويعطل أياما. هذا وقد أفادت المعلومات بأن هوية الشركة صاحبة شحنة الرمان وهمية، وأن البضاعة المهربة أتت من سوريا إلى البقاع حيث مكثت أسبوعا قبل أن تنقل بشاحنات مبردة إلى مرفأ بيروت، ثم وضعت في حاويات مبردة أيضا قبل أن تشحن إلى السعودية. إلى ذلك أمر المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات بختم مستودع في تعنايل بالشمع الأحمر تبين بأن حمولة شاحنة الرمان قد أفرغت فيه ونقلت إلى شاحنة لبنانية. وزير الداخلية محمد فهمي أكد أن مكتب مكافحة المخدرات يحقق مع 4 متورطين في شحنة الكابتاجون. وفي تغريدة لافتة أكد السفير السعودي في لبنان وليد البخاري أن أمن المملكة خط أحمر لا يقبل المساس به. المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير تلا البيان الصادر عن اجتماع بعبدة: تكليف وزير الداخلية والبلديات التواصل والتنسيق مع السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية لمتابعة البحث في الإجراءات الكفيلة بكشف الفاعلين ومنع تكرار مثل هذه الممارسات المدانة. تكليف وزراء المالية والاقتصاد والتجارة والصناعة والزراعة مراجعة الآليات والإجراءات التي تتبع في عمليات التجارة الخارجية واقتراح التعديلات اللازمة على النصوص القانونية المعمول بها حاليا لضمانة حسن وسلامة الصادرات اللبنانية بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة. تمنى المجتمعون من المملكة العربية السعودية إعادة النظر في قرار منع دخول المنتجات الزراعية اللبنانية إلى السعودية أو عبور أراضيها، وشدد المجتمعون على أن لبنان كان وسيبقى الشقيقة الحريصة على سلامة أشقائه العرب.
وكان رئيس الجمهورية قد أكد في الاجتماع أن لبنان حريص على عدم تعريض سلامة أي دولة للخطر، وطلب من الأجهزة الأمنية التشدد في مكافحة عمليات التهريب ومن يقف وراءها. رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قال من جهته: نحن على ثقة أن السعودية وكل دول الخليج تعرف جيدا أن التوقف عن استيراد الزراعات اللبنانية لا يمنع تهريب المخدرات الذي يعتمد طرقا مختلفة، وأن التعاون بين يساعد على ضبط هذه الشبكات. رئيس حزب الكتائب سامي الجميل لفت في حديث إلى العربية إلى أن الأجهزة الأمنية مخترقة من حزب الله، وأن لبعض المسؤولين في القوى الأمنية ارتباطا بنظام الحزب. اللي بتحمل مسؤولية هذا الشيء هي السلطة اللبنانية المتواطئة مع حزب الله. نحن اليوم كمعارضة نحن بحالة مقاومة لهالواقع اللي نحن عايشينه، وعم نعمل كل يوم تنوحد الجهود لمحاولة تغيير هذه السلطة والبدء بتحرير لبنان وتحرير القرار اللبناني، تحرير الدولة اللبنانية من وضعيات حزب الله يلي عم تحصل للأسف بالتواطؤ مع جزء كبير من القوى السياسية اللبنانية يلي مسيطرة على المؤسسات عبر مجلس النواب. لذلك نحن نعتبر أنه المرحلة الأولى تبدأ بتغيير هؤلاء ومحاسبتهم بصناديق الاقتراع لإعادة الدولة إلى موقعها الطبيعي. رئيس مزارعي وفلاحي البقاع إبراهيم ترشيشي لفت عبر صوت لبنان إلى بضائع عالقة في مرفأ جدة وعلى الحدود الأردنية السعودية، واعتبر أن مقررات اجتماع بعبدة جيدة في حال تطبيقها. لما سمع أول شيء مشكور في خط الرئيس أنه دعا العالم ودعا الأجهزة ودعا رئيس الوزراء والوزراء المعنيين، وهذا القرارات يلي اتخذت كثير حلوة إذا تطبقت. رأينا أنه كان في فراغ أمني كتير كبير، كتير فراغ أمني، ما يعني في ناس زهرت لما سمعت هذا الحكي. ما مصدق أنه بلبنان كله أفش سكانر عم يشتغل إلا بالمطار، إذا كان عم يشتغل حتى بالمطار. قالت كانت يعني فلتاني على مصراعي بالمرفق طرابلس ولا بالمرفق بيروت ولا على معبر المصنع، قلنا يعني ما في سكانرات، يعني شو سكانر؟ يعني الكاميرا هو جهاز اللي بتتكلي عليه بيصور وبيقوش كل الاشياء الممنوعات والمشاكل اللي عم تصير بعدهم تحت راس، مع انه مش من الانتجار بس من سنتين ما عندناش سكانر على بورد بيروت. شو مصير البضائع يلي معدة للشحن؟ عندنا مش بس البضائع اللي موجودة بدها تنعد للشحن، عندنا بضائع موجودة على فور بيروت، عندنا بضائع هلا موجودة على فور جدي، عندنا بضائع على الطريق البرية على حدود الأردن بين سوريا والأردن وبين السعودية والأردن، كل هذه البضاعة وفي بضاعة كمان يعني وصلت على المرافق المعابر الطبيعية، أول ما وصلت قالوا لهم صار 9 ضلوا منطير للتسعة حتى وقالوا لهم يلا رجعوا عملوا ريتور. أنا رأيي بعد هلأ نحن مذهولين مش مصدقين القرار، يعني مثل بعيد من هان انه في واحد فقد له شيء غالي دعنا لحد هلا قاعد ما مصدقين انه هذا القرار بده يتطبق. بكل تاريخ العلاقات بيننا وبين المملكه العربيه السعوديه يلي عمرها اكثر من 50 سنه ولا مره صار هذا القرار ابدا ولا يوم. الوزير السابق اللواء اشرف ريفي علق عبر موشات المساء من صوت لبنان على اجتماع بعبده ونتائجه. التوقيت خاطئ جدا، متأخر جدا جدا، والمقاربة خطأ. نحن لسنا أمام جريمة منظمة أو جريمة جنائية، نحن أمام جريمة إرهابية سياسية. اليوم ما فيك تقول للسعوديين لبنانية أنا بعثت لك موفد وأنا ود أخذني حأعمل إجراءاتي وأخذ أكثر تدابير الحقيقة. التدابير كان المفروض تاخذها كنت سابقا قبل بوقت، يضاف مش بس تدبير يخص هذا الشأن، هذا نتيجة واقع الحقيقة للأمانة. وقبل هلا للأمانة خلينا نكون واضحين، السعوديين في حدا نقل له رسالة انه انتم اشقاء وانتم محبوبين، وكان جوابهم بطريقة غير مباشرة: خي اذا شقيق وعم تدرب لي ارهابيين لا يعكر امني، واذا انا شقيق وعندك ازاعة للحوثيين عم يدربوني كذلك الامر. فهناك بقول للسلطة قبل ما تبعت موفد سكر اذا بدك تلفزيون المسيرة تبع الحوثيين اللي بالضاحية الجنوبية، سكر معسكرات التدريب تبع الحوثيين عم يقاتلوا باليمن. إلى ذلك كشف ريفي أن إحدى الكاميرات رصدت سيارة قاتل لقمان سليم والتي تشير إلى مسؤولية حزب الله في الجريمة. البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي كان قد تحدث من قصر بعبدة عن ملف التهريب. دولي مسؤول صحيح بس أجهزة الرقابة وينه؟ ما بيقدر لبنان يكون مهرب
وتبقى كمان حدوده مفتوحة الشرقية والشمالية مفتوحة للتهريب خروجا ودخولا. ما بيدري بين يكون معبر بالأمس كما شو بالسعودية بعد منا بيوم باليونان، مش هيدا لبنان الحضارة. في المواقف أيضا شدد رؤساء الحكومات السابقون نجيب ميقاتي فؤاد السنورة وتمام سلام على أنه لم يعد من الممكن السكوت على تمادي الإمساك بخناق الوطن، وأكدوا أن اللبنانيين لا يستطيعون أن يصمتوا على عرقلة تشكيل الحكومة وعلى ترك الحدود السائبة وعلى وقف التشكيلات القضائية وتشجيع القضاة المتحزبين على خرق القانون. المدعية العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون تفقدت مساء مجددا مبنى شركة مكتف للصيرفة في عوكر، وكان قد سبقها القاضي سامر ليشع للكشف على مكاتب الشركة والمداخل المختومة بالشمع الأحمر. اعتبر وزير خارجية هنغاريا أن الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط لا يتحققا من دون الاستقرار في لبنان، وقال في خلال لقائه النائب جبران باسيل أن محاولات التدخل الخارجية في الحكومة غير جيدة. أما باسيل فلفت من جهته إلى أن الحكومة ضرورية لإجراء الإصلاحات وليس لمنعها، وأن العقوبات مرغوبة إذا قامت على أسس قانونية وإصلاحية ثابتة. بورصة كورونا إلى انخفاض، وآخر أرقامها 29 وفاة و642 إصابة. ولفتت وزارة الصحة إلى أن أرقام الإصابات الجديدة هي نتيجة إجراء 5873 فحصا، منها 2549 في مطار رفيق الحرير الدولي. في ملف الترسيم لفتت صحيفة جيروزاليم بوست إلى أن إسرائيل تعتزم الرد على المطالب المتزايدة من جانب لبنان بأكثر من ضعف مساحة المياه المتنازع عليها في البحر الأبيض المتوسط حاليا وفقا لخريطة حصلت عليها الصحيفة. نقابيا فاز أعضاء مجلس نقابة الصحافة بالتزكية لولاية جديدة في خلال جلسة عامة عقدتها الجمعية العمومية الانتخابية للنقابة، هي الثالثة بعد دعوتين رسميتين. وبعد جلسة الانتخاب عقد أعضاء المجلس الجديد جلستهم الأولى، تم في خلالها انتخاب عوني الكعكي نقيبا وجورج سولاج نائبا للنقيب. أمريكا ومفاوضات فيينا بعد هذا الفاصل. جديد كبابجي، ساندويش الكفتة اللبنانية، ساندويش وزنه حوالي النص كيلو، لحم عجل طازة، هبرة، خالي من دهون، 100% جارانتي، كفتة، حمص، خس، كبيس، بندورة وبطاطا ب 18,000 ليرة بس. ساندويش الكفتة اللبنانية حوالي النص كيلو بس عند كبابجي. للدليفري اتصلوا على 1590 أو نزلوا أبليكيشن كبابجي. هل من فرص عمل في لبنان؟ ما هي الوظائف المتاحة؟ وأين أصبحت المؤسسة الوطنية للاستخدام؟ وماذا عن تجاوب المواطن اللبناني مع هذه الوظائف؟ نقطع السطر يفتح الملف مع رئيس مؤسسة لابورا الأب توني خضرة، ومداخلة لوزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال لميا يمين ومعنيين. الثلاثاء بعد نشرة أخبار الثامنة والربع مع نوالي شعبود عبر صوت لبنان. في منشط المساء ليوم الثلاثاء، وصول الانحلال والفساد إلى الجسم القضائي، انعدام فرص تشكيل الحكومة بعد تصاعد التوتر بين الأطراف المعنية، الملف المعيشي والصحي والأمني في ظل قرار السعودية، وقضايا أخرى نناقشها مع الدكتور سمير سكاف. منشط المساء بعد نشرة الخامسة والربع، إعداد وتقديم مروان الأدوم.
لفت الرئيس الإيراني حسن روحاني إلى تطورات ملموسة في مباحثات فيينا وقال: نعيش فترة زمنية مهمة. في المقابل لفتت الخارجية الأمريكية إلى أن الهدف هو التوصل إلى اتفاق يمنع طهران من الحصول على السلاح النووي بشكل نهائي، وتوقعت أن يعود الوفد الأمريكي إلى فيينا اليوم لاستئناف المحادثات غير المباشرة مع إيران. على خط أمريكي آخر، اعتبر البنتاغون أن إعلان الرئيس جو بايدن عن المجازر بحق الأرمن لا يؤثر على العلاقة مع تركيا، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اعتبر أن بيان بايدن أزعجنا وستؤدي هذه القضية إلى إلحاق الضرر بالعلاقات بين البلدين. أشارت الرئاسة الروسية إلى أنه وبمبادرة من الجانب الفرنسي جرت محادثة هاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناولت بشكل خاص الصراع الأوكراني، ولفتت إلى أن الجانبين أعربا عن قلقهما إزاء تصاعد التوتر في مناطق جنوب شرقي أوكرانيا. تعتزم الولايات المتحدة تصدير ما يصل إلى 60 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى دول أخرى في الأسابيع المقبلة بعد مراجعة إدارة الغذاء والدواء. والآن إلى الأحوال الجوية. الجو اليوم غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة، ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات في الفترة الصباحية. كان في هذه النشرة اجتماع بعبدة يسخف فضيحة الرمان المخدر ويردها إلى أسباب تقنية. تمنى المجتمعون من المملكة العربية السعودية إعادة النظر في قرار منع دخول المنتجات الزراعية اللبنانية إلى السعودية. رئيس الكتائب: السلطة متواطئة مع حزب الله. نحن اليوم كمعارضة نحن بحالة مقاومة لهالواقع يلي نحن عايشين، وعم نعمل كل يوم تنوحد الجهود لمحاولة تغيير هذه السلطة والبدء بتحرير لبنان. ترشيش لصوت لبنان: الأمور فلتة في المرافق والمطار وعلى المعابر الحدودية. عنا بضائع هلا موجودة على فور جدة، وعنا بضائع على الطريق البري بين سوريا والأردن وبين السعودية والأردن. ريفي لإذاعتنا: هناك مسؤولية لحزب الله في جريمة لقمان سليم. بورصة كورونا إلى انخفاض، وآخر أرقامها 29 وفاة و642 إصابة. تطورات ملموسة في مباحثات فيينا حسب روحاني. النشرة انتهت، نشكر لكم متابعتكم.